صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه. النهارده مباراه مهمه جدا، بدايه مشوار النجمه ال11 ان شاء الله. ماتش النهارده هيكون قدام الحرس الوطني بطل النيجر، هتكون الساعه 5:30 على قناتنا قناه النادي الاهلي، هنذيعها بث مباشر، وفي كمان الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. مباراه مهمه جدا يا جماعه، بدايه الموسم الافريقي وبدايه الطريق للنجمه ال11 ان شاء الله. يلا بينا. فرينا بيدخل ماتش النهارده طبعا وهو حامل لقب البطوله في اخر نسختين. طبعا اول واحده كانت قدام الزمالك في نهائي القرن يوم 27 نوفمبر، اللي ان شاء الله 27 نوفمبر اللي جاي هنحتفل بيه بانتخاب مجلس اداره جديد للنادي الاهلي. هيكون تاني يوم بعد الانتخابات هيبقى عندنا احتفاليتين يومها ان شاء الله. والمره الثانيه كانت العشره في تاريخنا على حساب كايزر تشيفز اللي كسبناها في المغرب. الحمد لله يعني فريقنا ماشي بشكل كويس في البطولة الأفريقية، لكن كان في شوية كلام وشوية زعل كده من الفريق ومن مستر بيتسو موسيماني على وجه التحديد بعد خسارة الدوري وخسارة السوبر المحلي. لكن الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير على تعديل عقد مستر بيتسو، بس خلينا نوضح الحتة دي عشان كان فيها كلام كتير الفترة اللي فاتت. هو العقد لمدة موسمين، انتهى منه موسم كان فيه إنجازات ضخمة وكبيرة جدا، وكان فيه طبيعي بعض عدم التوفيق يعني كده الى حد ما، وكان في كلام بين الاداره ومستر بيتسو على التجديد لمواسم تانية جديده، لكن العقد بتاعنا مستمر لسه لحد نهايه الموسم اللي لسه هيبتدي. هو عقده بادئ من اكتوبر لحد ان شاء الله اكتوبر اللي جاي، هنكون لعبنا فيهم بطولات كتير جدا وان شاء الله نتوج بيهم كلهم. فاحنا لحد دلوقتي مستر بيتسو موسيماني موجود معانا، مفيش اي مشاكل على الاطلاق. كابتن امير توفيق مدير التعاقدات اتكلم في الحته دي وقال ان مستر بيتسو ما كانش عايز يزود مرتبه ولا حاجه، دي كانت مفاوضات تقليديه لتجديد العقد. ده طبعا شيء طبيعي والحمد لله يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. اللي بيتقال بقى الفتره اللي فاتت ايه؟ اللي بيتقال ان النادي الاهلي خلاص الطريق مسدود بينه وبين موسيماني، مش مكمل، الراجل مش موجود. فيا جماعه ماشي، مع كل احترامنا ليكم ويعني مجهوداتكم وتعبكم وشقاكم وتدويركم على المعلومات، لكن خلينا نقول ان مستر بيتسو مكمل معانا لحد دلوقتي. خلينا نتكلم في المهم، احنا عندنا بطوله جديده بتبدا النهارده، دي اول بطوله بالنسبه لنا في الموسم ان شاء الله بننافس عليها، وعايزين نحقق اللقب للموسم الثالث على التوالي لاول مره في تاريخنا. طبعا كان في اجيال ذهبيه كتيره جدا في تاريخ النادي الاهلي ما قدرتش تحقق الانجاز ده، وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجيل الحالي ان هو يحقق ده ونتوج بالنجمه ال11 وللموسم الثالث على التوالي ان شاء الله. فرينا بيدخل ماتش النهارده بقايمه كبيره جدا من الغيابات، ابرزهم طبعا الصفقات الجديده بيرسيتاو وميكسوني ومعاهم كريم فؤاد وعمار حمدي وكمان احمد عبد القادر مش هيكونوا موجودين، وحسام حسن مش موجودين معانا النهارده عشان لسه ما تأيدوش في القائمه الافريقيه، هيكونوا موجودين معانا ان شاء الله بدايه من مرحله المجموعات. معاهم كمان مجموعه من المصابين زي محمد الشناوي قائد الفريق ونجم طبعا منتخبنا الوطني اللي تعرض للاصابه في مباراه ليبيا الاخيره، بنتمنى له طبعا كل الشفاء ان شاء الله ويرجع لنا سريعا. ومش عايزين يعني نتكلم كتير في الحته دي سبب الاصابه او ايه اللي حصل، يعني قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله يعني يرجع لنا بالسلامه. واكيد اداره النادي الاهلي يعني الموضوع ده معاها، فاحنا مش عايزين نتكلم فيه كجماهير او محبين للنادي الاهلي كتير، خلي الراجل يركز في شغله وان شاء الله بدايه موسم تكون قويه جدا لقائدنا محمد الشناوي. اللي معاه كمان بيغيب للاصابه محمود وحيد ومحمود متولي برده لسه مكملين في الاصابات وما سافروش مع الفرقه، ومعاهم كمان عريسنا كابتن قفشه اللي بنقول له الف الف مبروك اللي لسه محتفل بزفافه من قريب جدا، وان شاء الله بنتمنى له يعني تكون خطوه جديده ومهمه في حياته وتساعدنا بقى ان شاء الله ان هو يكون افضل واحسن مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. لو جينا بقى نتكلم على فريق الحرس الوطني بطل النيجر، فاحنا الحقيقه يعني ما عندناش معلومات كفايه عنه، يعني مفيش فيديوهات ليه ولا اي حاجه، هي شويه نتائج ماتشات ما تبينش مستواه ولا اي حاجه. لكن كل اللي اعرفه ان يعني جات لنا اخبار من هناك ان الاداره والناس هناك مبسوطه جدا ان هم هيلعبوا النادي الاهلي، طبعا بالنسبه لهم دي حاجه مهمه جدا، عائدات كبيره هتكون موجوده للنادي بسبب بس المباراه، ويعني افريقيا كلها هتبقى مهتمه بالمباراه دي لان هي بتتابع ضربه بدايه حامل اللقب في اخر نسختين، وان شاء الله دي تكون بدايه الموسم الثالث اللي انتوج فيه بالبطوله على التوالي ان شاء الله.
وبنفكركم ان شاء الله المباراه اللي هتكون يوم السبت هنا على ملعبنا قدام فريق الحرس الوطني هتكون برضو ان شاء الله مذاعه على قناتنا قناه النادي الاهلي، وبدايه مشوار التتويج بالنجمه ال11. ويلا يا اهلي.